السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم على بركه الله غادي نقدم لكم واحد البريوش اللي كيجي هائل البنات بواحد العجينه سحريه يابانيه، متاكده انكم الى جربتوه غادي يبقى هو المعتمد عندكم بمشيئه الرحمن. ندوزوا على بركه الله المكونات وطريقه التحضير. بسم الله، غادي نعملو شويه د الملحه باش نحضروا هذا العجين، عفوا ديال الحليب. شويه د الملحه، معلقه صغيره تقريبا، معلقه صغيره تقريبا ديال الملحه. هنا عملت شويه د الماء دافي تقريبا، بالنسبه ل هنا ربع كاس ديال الماء مع جوج ديال المعالق الخميره. والماء هنا يكون الماء دافي، الماء يكون دافي. غادي نزيد عليه تلت كاس ديال السكر، تلت كاس تقريبا، واحد ثلاثة ديال المعالق، أربعة ديال المعالق ديال السكر. بغيتو أن العجينة تطلع لكم حلوة، يعني حلوة بزاف، غادي تزيدوا تقريبا تعملوا نص كاس. غادي نعمل بيضة، ونخلط هذه المكونات كلها مع بعض. غادي نضيف كذلك هنا خمسة المعالق ديال الزبدة دايبة، يعني الزبدة تقريبا واحد 70 غرام. نضيف نصف كاس من الحليب. هنا بالنسبة للدقيق، الكمية اللي كفاتني للدقيق هنا ثلاثة الكيسان ونص. ضفت في المرحلة الأولى كاس ديال الدقيق، غادي نزيد عليه كاس تاني ديال الدقيق، وغادي نعبر كاس ثالث وغادي نحطه بالجنب. أصلا لغوسيت فيها ثلاثة الكيسان حتى ثلاثة الكيسان ونص، يعني على حسب النوعية ديال الدقيق. كما قلت لكم هنا وضعت جوج الكيسان ديال الدقيق، غنوضع الكاس الثالث بالجنب، ولكن غندخلو كله، وغادي هذا وغادي نضيف العجينة اللي حضرت، العجينة اليابانية اللي قلت لكم، هاد العجينة اللي هي عجينة واعرة بزاف. غادي نخلط هاد المكونات كلها، ولكن غادي نحصل على واحد العجينه اللي هي يعني جاريه. غادي نزيد الكاس الثالث عفوا، وغادي نبدا نعجن العجينه عاديه، يعني كنخلط المكونات وكنعجن. بعدها غادي نبدا نضيف بالملعقه لحد ما كنحصل على واحد العجين متماسك، ولكن عجين طري. البنات العجينه كتكون طريه، ما كتكونش قاصحه نهائيا. هنا العجينه حصلنا على عجينه كما كيبان لكم البنات، راها كتلصق العجينه، راها كتلصق ولكن متماسكه، يعني واحد العجين اللي هو عجين متماسك. كناخذ شويه ديال الزيت، انا ما غاديش نعبر، غنوضع غير في يدي معلقه تقريبا، وغادي ندهن به العجينه كلها. غادي نجيب واحد الاناء، غادي نغطيها وغادي نخليها باش انها تخمر. بعدها كنجيب العجينه ديالي راه خمرات مزيان هانتوما، ها
كنشكل العجين عفوا، كنشكل العجين بشكل طولي وكنفرغها من الهواء بطبيعه الحال. وكنقسم العجين. لو بغيتيهم يكونوا كبار غادي تقسموا العجينه على 8، بغيتيهم يكونوا صغار غادي نقسموا العجينه على 16. كنعملوا غير بهذه الطريقه هذه. هانتوما يعني 4 ديال الاصابع تقريبا. كنلويها بحال هكذا. هنا بعد ما شكلت هاد الخبيزات هادو غادي نغطيهم وغادي نخليهم باش يخمروا. عندي هنا اصفر البيض طربته مزيان مع شويه ديال الحامض. وهنا عندي العجينه، هذا هو الشكل ديالها بعد ما خمرت، هذا هو الشكل ديالها بعد ما خمرت هذا الشكل. غادي ناخذ فرشات وغادي نحاول ندهن باش ما تنزلش ليا، كندهن غير بالمهل. كنحاول ندهن بواحد الشيطه اللي تكون رطبه، البنات ما تدهنوش بسميتو، بشي حاجه اللي تقبل لكم العجينه وتنزل ينزل الهواء اللي فيها. كنمشي بهذه الطريقه حتى كنكمل الدهن ديال هاد الخبيزات كلهم. هنا بعد ما دهنت العجينه يعني كلها دهنت هاد الخبيزات كلهم باصفر البيض، غادي ندخلهم الفران حراره 350 فهرنهايت، تقريبا 350 كتعادل 180 وقيله. بعد ما كيطيب الخبز ديالنا بالحليب او لا القريصات او لا قريشلات كل واحد شنو كيسميهم، كنخرج الصينيه من الفران وكنتركها على جنب لحد ما تبرد. بعد ما كتبرد الصينيه كليا ويبرد الخبز او لا القريصات كما قلت لكم كل واحد شنو كيسميهم، كنزولهم من الصينيه. وكما كيبان لكم هذا الشكل ديالهم كيجوا رطبين بزاف وكيجو هشاش بزاف.